تحيه لل 18 فرقه اللي شاركوا صراحه بشكل جيد. النقطه المهمه كمان ان احنا عايزين نحيي مجلس اداره نادي الصيد كابتن محسن طنطاوي ومجلسه، لما طلبت منهم صراحه ما تاخروش، قالوا لي بسرعه حاول انك انت تعمل جدولك بسرعه وانك انت تطلب الفرق اللي انت قلت عليها. السنه دي محتاجين بطوله معظمها دوري ممتاز، فالحمد لله رب العالمين. بحيي اولياء الامور اللي موجودين معانا من بدايه البطوله اللي مشرفينا بصراحه وسند كبير جدا لاولادهم. بحييهم على التربيه وبحييهم على الاداء وبحييهم على السوء السلوك اللي كانوا موجودين عليه والروح القتاليه والروح الرياضيه العاليه. عايز احيي طبعا جهاز التنظيم المشرفين اللي معايا نبيل البعطيتي وعزت وجمال عبد الخالق نائب بتاعي والمدربين المحترمين اللي انا ليا الشرف اللي بتولى المهمه معاهم، الامن والاداريين والجهاز الطبي والجهاز الاداري. بحيي كل واحد اشتغل في هذه البطوله ونجحها.